الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقرأ ونسمع قوله تعالى: ويل للمطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون. الآيات، تأملوا معي هذه الآيات، ندرك أنها في الوزن، في المكاييل، وإذا كالوهم أو وزنوهم هم يخسرون. لكن أخي الكريم، أخي الحبيب، هذا الشرع العظيم الذي جاء بتحريم التطفيف في حبة قمح أو بر وما شابهها، هل يرضى بتطفيف الكيل أو العدل مع أهلك، مع أصحاب الحقوق، مع من أعطيتها ميثاقا غليظا؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأنت تقرأ هذه الآيات ويل للمطففين، تأمل، هل أنت تطفف في حقوق العباد، في حق أبيك، في حقوق أبنائك، في حق زوجتك، الزوجة في حق زوجها؟ هذا أعظم وأشد، وبالذات في حقوق العباد، فإن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، لأنه من حقوق العباد. فحقوق العباد مبنية على المشاحة. فلنتأمل تأثير هذه الآية: ويل للمطففين.